موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. تواصلت موجة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الخرطوم لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار وانعدام السلع الضرورية. وأغلق المحتجون اليوم طريق رميلة لماب جنوب الخرطوم تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، كما أغلق المحتجون مساء أمس شوارع رئيسية في مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وبحري وأم درمان، حيث أغلق شارع الصحافة زلط المؤدي إلى الميناء البري، وشارع محمد نجيب وشارع إمداد ناصر. إلى ذلك أغلق الجيش الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها القوات المسلحة بمحيط القيادة. وأشار شهود عيان إلى أن الجيش نشر أعدادا من القوات على امتداد الطرق المؤدية للقيادة حتى شارع المكنمر، وتأتي الخطوة بحسب نشطاء كإجراء احترازي عقب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في الأسعار، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الوقود والخبز والدواء. قال مصدر حكومي سوداني أن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على تبادل فتح سفارات بأقرب وقت خلال زيارة خاطفة أجراها وزير مخابرات الكيان الصهيوني إيلي كوهين إلى العاصمة السودانية. أضاف المصدر بحسب وكالة الأناضول أن البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت. رفض السودان بشكل قاطع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي وصف فيها ما يدور في شرق السودان بأنه نزاع حدودي بين بلاده والخرطوم. وأكد وزير الدفاع ياسين إبراهيم أنه لا يوجد نزاع حدودي أصلا بين السودان وإثيوبيا حتى يتم التفاوض حوله، لافتا إلى أنه لابد من الربط بين ما يدور في مفاوضات سد النهضة وما يدور في نزاعات في منطقة الفشقة الحدودية، لجهة أن العامل المشترك في القضيتين هو المماطلة الإثيوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.